أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. مسلح يطلق النار على مصلين في مسجد بأبين ويقتل 5 أشخاص بينهم والده. ومن العرب الجديد، انقطاع الإنترنت في اليمن يسبب شللا بالمصارف والأعمال. ومن أخبارنا المنوعة، الرجل العنكبوت يتسلق برجا بباريس بارتفاع 187 مترا. أهلا بكم. يبدو أن الموت لن يترك اليمنيين، فهو يأتيهم على عدة أشكال وبدوافع مختلفة. هذه المرة اختار عدة أشخاص في محافظة أبين، حيث يقول موقع المصدر أونلاين إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون بإطلاق نار نفذه مسلح على المصلين بأحد مساجد مديرية لودر. أوضح مصدر مطلع للمصدر أونلاين بأن مسلحا يعتقد أنه يعاني من حالة نفسية باشر المصلين بوابل من الرصاص في مسجد قرية الصلعاء أثناء صلاة الظهر، ما أدى إلى سقوط 15 شخصا بين قتيل وجريح. وبحسب المصدر فإنه تأكد مقتل 5 أشخاص بينهم إمام المسجد ووالد القاتل، بينما أصيب 10 آخرون بعضهم إصابته خطيرة. تابع المصدر بأن المسلح لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجريمة وسط حالة من الذهول أصابت سكان القرية. من الموقع بوست نقرأ عليكم عنوان محافظ تعز: تأخير رواتب قطاع التربية سببه الوضع الأمني بعدن. التفاصيل تقول إن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان أرجع سبب تأخر رواتب الموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم لشهر ديسمبر الماضي إلى الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن. وقال شمسان خلال لقائه ممثلي النقابات المهنية والعمالية إن الوضع الأمني في عدن أعاق نقل السيولة إلى تعز والمشكلة في طريقها للحل خلال الأيام القادمة. أكد المحافظ أن السلطة المحلية تبذل جهودا كبيرة وعقدت 10 لقاءات مع الجهات الحكومية المختصة لتأكيد استمرارية صرف الرواتب دون انقطاع. وأضاف: الرواتب والحقوق لا تسقط بالتقادم بموجب القانون والدستور، وهي تعد في رأس الأولويات التي بذلنا من أجلها جهودا مضنية وأجرينا العديد من النقاشات لتسريع وتيرة صرف الرواتب. في عدن توفيت شخصية وطنية بارزة كانت من أوائل المدافعين عن النسوة المدافعات عن الحريات والاستقلال والحقوق في 40ات القرن الماضي، التي تصدت للإدارة البريطانية في عدن وللقيم والتقاليد البالية، داعية إلى تحرر المرأة والمساواة والديمقراطية. وهنا نعيد نشر مقال من الفيسبوك للأستاذ عبد الباري طاهر الذي كتب عن هذه الشخصية قائلا: كانت رضية عنوانا كبيرا في الحركة الوطنية شمالا وجنوبا، ومن الأصوات الداوية لعدة عقود. انتمت باكرا لحزب الشعب الاشتراكي، وكانت في قيادة الحزب منذ التأسيس. يشير الدكتور أحمد القصير في كتابه التحديث في اليمن إلى كوكبة من الفتيات تصدين للاحتلال البريطاني في طليعتهن رضية إحسان، وكنا يلجن المساجد والنوادي والمجتمعات والبيوت للتوعية وتوزيع منشورات المناضلين والفدائيين. درست رضية إحسان المراحل الأساسية في عدن وفي سوريا، وحصلت على الثانوية العامة، وذهبت إلى العراق للدراسة الجامعية في القانون وفيما بعد الماجستير. وأذكر في آخر السبعينيات وكنا نعمل مع بعض في صحيفة الثورة أنها تعرضت للمضايقة الأمنية، وقبيل سفرها للعراق للإعداد للدراسة العليا كانت هناك أوامر باعتقالها، ولكنها تخلصت بطريقة ذكية.
موهبة رضية الحقيقية اهتمامها الرائع بالدراسة الأكاديمية، فقد واصلت الدراسة في العراق وحصلت على الماجستير من باكستان، ورغم الظروف المعيشية القاسية التي عاشتها بعد الاستقلال وتأميم فندق والدها الوحيد الذي كانت تديره، فقد واجهت الأمور بالصبر. فالمناضلة الرائعة ربطت عميقا بين العمل والكفاح الوطني والدفاع عن حقوق المرأة والإنسان، وكانت في طليعة الداعين لاتحاد نساء اليمن، ودافعت عن القضايا العربية والإنسانية. رضية إحسان الله واحدة من المناضلات العربية الرائدة في السياسة والدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة، فتحية لها ولأبناء جيلها الذين واللائي دفعوا ودفعنا أغلى الأثمان من حياتهم وأمنهم واستقرارهم، ويواجهون المصير المجهول لوطن تمزقه الحرب ويعبث بكيانه تجارها. يقول موقع الصحوانة إن ميليشيا الحوثي بدأت افتعال أزمة وقود جديدة في مناطق سيطرتها لمضاعفة معاناة السكان وجني مزيد من الأموال من تجارة السوق السوداء، وتوقفت عدد من محطات الوقود في صنعاء ومناطق أخرى عن العمل منذ أكثر من يومين، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الشرعية أن الكميات المتوفرة من الوقود في مناطق الانقلابيين تكفي حتى منتصف مارس المقبل، فيما اتهمت اللجنة الاقتصادية ميليشيا الحوثي بأنها تصطنع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها تعزيزا للسوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها وتمويل نشاطها العسكري والسياسي. وقالت اللجنة الحكومية في بيان رسمي أنها وضحت من خلال مكتبها الفني أن مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية وفرت كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف شهر مارس. أضافت اللجنة أن نصيب ميناء الحديدة الخاضع للميليشيا من تلك الواردات وصل إلى ما نسبته 60% من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية. أضافت اللجنة في البيان بأن الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود على كل الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية من أجل التخفيف من معاناة المواطنين. عن مصطلح خادم الذي يقصد به المهمشين في اليمن، كتب بلال الطيب مقالا في صفحته الشخصية على الفيسبوك جاء فيه: أناس عاديون لهم أحلامهم الصغيرة وتطلعاتهم المحدودة، بسطاء، فقراء، أشداء، تحتويهم عششهم العشوائية المحوى، وينامون قبل الفجر ويصحون بعد الشروق، يعملون، يكدحون، يتسولون، يرقصون. ورغم نظرة الانتقاص التي تحاصرهم ووضعهم الاقتصادي البائس، أيامهم كلها أعياد وتعب أيضا، لكنه من وجهة نظرهم تعب لذيذ جدا والحياة حلوة بس ندهفها. لم أجد للمهمشين الذين يطلق عليهم مسمى الأخدام ومعاناتهم ذكرا في الكتب التاريخية، الأمر الذي ولد الكثير من الأسئلة، خاصة إذا ما علمنا أن دولة ابن مهدي استمرت 15 عاما فقط. فهل يعقل ألا تعمل الدول المتعاقبة على إزالة تلك النظرة القاصرة وإيقاف ذلك العذاب المهين؟ أم للأمر علاقة بالعبودية الطوعية؟ صحيح أن المهمشين يعانون من نظرة اجتماعية دونية ومن ثقافة جماعية متخلفة، إلا أنهم للأسف الشديد شركاء في ذلك، لأن تلك النظرة القاصرة لم تتجاوزهم أصلاً، فهم وبرغم إمكاناتهم البشرية الهائلة متقوقعون على أنفسهم ومقتنعون بوضعهم القاسي على اعتبار أنه وضع طبيعي، ولسان حالهم يقول: أنا إلا خادم. وفي ظل انتشار الأمية في صفوفهم لا أعتقد أن رسالتي ستصلهم، وهي أي رسالة تحثهم على إثبات وجودهم والذوبان في المجتمع من خلال الاندماج والتعايش والتعامل بنزاهة وصدق، مع الأخذ بأسباب العلم والمعرفة والالتزام بمعايير النظافة السليمة التي بها تقوى كرامة الإنسان وقيمته. وأخيراً وهو الأهم، يكفي أن يحسوا بأنهم بشر كبقية الناس.
يعيش اليمن منذ أسبوع في عزلة شبه تامة نتيجة انقطاع خدمة الإنترنت، لتصاب الحياة العامة وقطاعات الأعمال والبنوك بشلل شبه تام. خبراء اقتصاد أكدوا بحسب صحيفة العرب الجديد على تكبد اليمن خسائر جسيمة جراء خروج الإنترنت عن الخدمة، قدرت بأكثر من 8 مليارات ريال خلال 5 أيام. وكانت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية اليمن قد أعلنت عن خروج أكثر من 80% من خدمة الإنترنت الدولية في البلاد عن العمل. يقول الخبير المصرفي ماجد الراعي للعربي الجديد أن البنوك وقطاع الصرافة في اليمن تضررت بشكل كبير بسبب انقطاع الإنترنت، حتى توقفت خدمة الارتباط بشركات الصرافة الدولية والمراسلات والتعاملات مع القطاع البنكي الدولي. يضيف أنه تم تعليق الحوالات المالية، بالإضافة إلى شلل كبير يضرب المعاملات التجارية وقطاع الأعمال. وأرجعت المؤسسة العامة للاتصالات خروج عدد كبير من وصلات المراسلة للإنترنت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري فالكون للانقطاع، ما تسبب في خروج أكثر من 80% من سعات الإنترنت الدولية في اليمن عن الخدمة. طريق طهران لتطبيع علاقاتها مع العرب، هذا ما عنون به الكاتب أريب الرنتاوي مقاله المنشور في صحيفة الدستور الأردنية، ويقول فيه: بعيدا عن قعقعة السلاح وضجيج التهديد والوعيد، آن الأوان لأن تعيد القيادة الإيرانية النظر في سياساتها الإقليمية، واستتباعا ومن باب أولى أن تجري مراجعة أوسع وأعمق لسياساتها الداخلية كذلك، سيما وأنها تواجه اليوم أزمة في علاقاتها مع شعبها بدلالة الاحتجاجات المتنقلة والمتكررة في الداخل الإيراني وانفضاض البيئات الشعبية الحاضنة لحلفائها ووكلائها من حولهم، كما يحصل على نحو دام في العراق وكما حصل على نحو أقل حدة في لبنان. في الحصيلة النهائية لم تكسب إيران أصدقاء جددا في العالم، بل فقدت ثقة جزء من أصدقائها التقليديين، ولا يتعين على أي قيادة حصيفة في طهران الإصغاء لأقوال بعض قادة الفصائل والميليشيات المحسوبة عليها والمتمولة منها في إيران. ومن سوء طالع القيادة الإيرانية أن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ للحرس الثوري قبل أن تجف دماء ضحايا العملية الأمريكية في مطار بغداد وما رافقه من أداء مرتبك وملتو من قبل هذه القيادة، كان بمثابة الزيت الذي صب على جمر الغضب الشعبي الذي عبر عن نفسه بسلسلة من التظاهرات الغاضبة. التظاهرات العراقية بددت صور التشييع وموقف المرجعية المندد بالانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية، حل محله موقف داعم لمطالب الحراكيين في حكومة جديدة تقوى على تلبية تطلعات المواطنين وأشواقهم وتبعد العراق عن واشنطن وطهران على حد سواء. أما لبنان المهدد بالإفلاس السياسي والمالي والاقتصادي، فلن يكون بمقدور حزب الله أن يجازف بأية مغامرة من شأنها تجريده مما تبقى له من حاضنة شعبية، حتى في مناطق نفوذه التي خرج منها ألوف المتظاهرين في مسيرات كل يعني كل. أما في فلسطين فيكفي أن جمهور حماس ذاته لم يجد تبريرا لزيارة إسماعيل هنية لطهران سوى بوصفها النابعة من عزلة الحركة في القطاع المحاصر. القوة الخشنة أفلست أو تكاد في حفظ مصالح إيران ونفوذها الإقليمي، وآن أوان التفكير بوسائل وأدوات القوة الناعمة إن أرادت طهران تطبيع علاقاتها مع الشعوب العربية. في السودان يقول موقع عربي بوست إن عاملين سابقين في جهاز الأمن والمخابرات العامة السوداني أطلقوا الرصاص في الهواء بالعاصمة الخرطوم احتجاجا على شروط إنهاء خدماتهم، ما أدى إلى انتشار كثيف لقوات الأمن وإغلاق المجال الجوي للبلاد لفترة من الوقت، في حين وجه الفريق أول محمد حمدان الذي يرأس قوة الدعم السريع اتهاما للرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة صلاح جوش بالتخطيط للتمرد. جهاز الأمن والمخابرات الوطني لعب دورا أساسيا في قمع التظاهرات التي انطلقت في ديسمبر 2018 وأدت إلى إطاحة الجيش بعمر البشير تحت ضغط الشارع في إبريل. وكان صلاح جوش شخصية بارزة في نظام البشير، وقد استقال من منصبه بعد أيام من الإطاحة بالرئيس السابق
ولا يعلم مكان وجوده، وما زال جوش يتمتع بحضور قوي داخل المؤسسة العسكرية، ومن ثم في حال الإطاحة به وبنفوذه فسوف يحرك رجاله في الجيش من أجل تحقيق مطالب سياسية له. هذه الواقعة رغم أنها لم تؤثر بشكل كبير على الوضع في السودان، فإنها سوف تفتح أبواب التمرد في المستقبل، وستدفع المجلس العسكري الحاكم إلى إعادة حساباته مرات عديدة قبل الإقدام على أي قرار له علاقة بالإخلال بالتوازن العسكري الذي كان يقيمه البشير. حقق أيقونة التسلق الحر الذي يعرف باسم الرجل العنكبوت في فرنسا ألان روبير إنجازا جديدا بحسب ما جاء في موقع عربي 21، حينما تسلق برجا مكونا من 48 طابقا في العاصمة باريس تضامنا مع عمال محتجين على إصلاح نظام معاشات التقاعد. ورفع ألان يديه عاليا بعد أن أكمل تسلق المبنى الواقع في حي لا ديفونس ويبلغ ارتفاعه 187 متر. قال لرويترز: أحاول استغلال شهرتي في شيء أجده ذا معنى، وأنا شخصيا قلق جدا من خطط إصلاح المعاشات، فأنا لا أجد المال إلا إذا تسلقت. روبير سبق أن تسلق أكثر من 100 مبنى، منها جسر جولدن جيت في سان فرانسيسكو وأطول مبنى في العالم برج خليفة في دبي وبرج توتال بفرنسا. عادة ما يتسلق روبير دون الحصول على تصاريح، لذا فالسلطات اعتقلته في عدة مناسبات، فهو يتسلق دون أحزمة أمان مستخدما يديه فقط وحذاء للتسلق وحقيبة من مسحوق الطباشير لمسح العرق. قال الكاتب كينيث بولاك أن إيران تستطيع أن تمارس اللعبة الطويلة، وذلك في المقال الذي ترجمه للعربية علاء الدين أبو زينب بصحيفة الغد، وقال في جزء منه: ربما تكون وفاة سليماني قد غيرت المنظور الاستراتيجي لإيران بطرق مهمة أيضا، وهما ظهرت بعض من تجلياته فعليا منذ الاغتيال. أما وأن المطالب باستعادة الشرف الوطني تحققت بالكاد من الضربة الإيرانية، فيجب أن نتوقع من إيران أن تعود إلى طريقة عملها السرية المفضلة. وعلى وجه الخصوص يجب أن نتوقع من إيران أن تتبع 4 مسارات عمل على الأقل، سواء لانتزاع ثأر أكثر معنى لمقتل سليماني أو لمتابعة مصالحها في الظروف الاستراتيجية الجديدة التي أوجدتها الضربة الأمريكية. أولا، يجب أن نكون مستعدين لقيام الإيرانيين بإطلاق العنان للمزيد من الإرهاب أو الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفائها في جميع أنحاء المنطقة وربما في أي مكان آخر في العالم. وتمتلك إيران عضلات إرهابية قوية وفطنة متبرعمة في مجال الحرب الإلكتروني. ثانيا، يجب أن نتوقع من الإيرانيين أن يواصلوا الضغط على وكلائهم وحلفائهم العراقيين لطرد القوات الأمريكية من العراق، وقد أراد الإيرانيون مغادرة القوات الأمريكية من الشرق الأوسط على مدى 40 عاما، ولكن قبل مقتل سليماني كان هناك أشخاص في طهران، والذين ربما كان من بينهم سليماني نفسه، الذين جادلوا بأن الوجود المتبقي للقوات الأمريكية في العراق يخدم المصالح الإيرانية المباشرة. ثالثاً، من المؤكد أن إيران ستواصل شن هجمات ضد حلفاء أمريكا في الخليج، وقد حققت طهران نجاحاً هائلاً في مهاجمة البنية التحتية السعودية والإماراتية لتصدير النفط. أخيراً، قد يقرر الإيرانيون إعادة تشغيل برنامجهم النووي بطريقة جدية بعد أن أرسلوا الآن الأساس الدبلوماسي للقيام بذلك. كان من العناصر الحاسمة في قرار الإيرانيين قبول الصفقة النووية للعام 2015 اقتناعهم بأن الولايات المتحدة بقيادة باراك أوباما لم تكن لها أي مصلحة في مهاجمة إيران، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى امتلاك رادع نووي. ومن المرجح أن يكون سلوك ترامب قد عكس هذا التصور الإيراني، مما سيقود أمريكا إلى أوقات خطيرة وعصيبة للغاية. صور ساحرة من أرض إسبانيا نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف، ونحن نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع.
فن الكاريكاتير الذي يعبر عن قضايا عديدة ويختصرها في بعض خطوط متصلة. نتابع جزءا من ذلك خلال آخر فقرة من حلقة اليوم. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.